الاول فريق مكسيكو ارتونا بالهدف الاول زي ما شفت الشوط الاول ارتونا في الدقيقه الاول بالهدف حاولنا نرتبه وراقنا ورجعنا سجلنا التعادل بس زي ما شفت رد الهدف الثاني وزدنا نقص خبره اللاعبين شويه اللاعبين قاعدين شباب قاعدين صغار ما عندهمش خبره نتاع الملعب ان شاء الله المباراه الجايه تبدا احسن زي ما شفت المباراه كانت صعبه فريق الفيروان حافظ على الاهداف الحمد لله جتنا ضربه جزاء سجلنا وصرنا خير ان شاء الله الاتحاد ما يلعب الهجوم كان كيف خاسر والنادي احكام الكره فما ضربتونا بالتعادل خاصه احنا نلعب ببرما وبين جيمونا ضروري نجيبوا التعادل او الفوز ما عشان سبب نقعد في الدفاع تقدمنا لعبنا تغييرات مدرب